النهارده انا جيت ادعم المؤتمر بصفتي النقابيه وبصفتي المهنيه. القائد سامي عاشور نقيب محامين مصر اللي ادى خدمات مش هيعرفها الشباب الا في المستقبل القريب. تنقيه الجداول الانتخابيه اللي ادت الحمد لله بتوفير العلاج وزياده المعاش. انا النهارده جيت ومعايا اتحاد شباب محامين شبيل القناطر بنقدم لهم بنقول لهم انتوا اللي هتشيلوا الرايه اللي بعدنا. تعرفوا العمل النقابي يعني ايه؟ ويعني ايه تقفوا جنب نقابكم المهنيه؟ لان اساس مهنه المحاماه هو فن التعامل مع الاخرين. احنا طبعا بنرحب بمعالي النقيب نقيب محامين جمهوريه مصر العربيه ورئيس اتحاد المحامين العرب، بنقول له اهلا وسهلا بيك. وطبعا اللقاءات دي لقاءات بناءه، لان احنا بنعلم الشباب ازاي يتحاور، ازاي يقول رايه، ازاي يقول مشاكله، ازاي يقول طلباته بصوره حلوه ومحترمه. هو النقيب وهم ولاد النقابه واولاده، فبالتالي بنبني اجيال تتعلم العمل النقابي الحر البناء. احنا بنثني دور النقيب العام في اجتماعات الشهريه والدوريه المستمره مع شباب المحامين. ليه؟ طبعا انت عارف السوشيال ميديا النهارده والمعارضين كتير جدا، واللي مش عايزين للمحاماه قومه كتير جدا، فبيدوا معلومات كلها مغلوطه. وبالتالي النهارده الاجتماعات الدوريه بتاع النقيب لشباب المحامين على اساس هو اللي ماسك راس العمل النقابي، فبيعرف المحامين وشباب المحامين بالذات الكبار فاهمين. المشكله في شباب المحامين اللي بيغرر بيهم باساليب ملتويه وكلام كله كذب وافتراءات ضد النقيب العام وضد مجلس النقابه العامه. بشكر سياده النقيب على المجهود اللي بيعمله معانا كشباب، وعلى المعلومه اللي بيقدمها لنا، وعلى المؤتمر اللي بيخلينا نتعرف فيه على اساتذه المحامين وعلى علماء المحامين. وبشكر سياده النقيب على تنقيه الجداول، وبشكره على اهتمامه بينا كشباب. وبقول خلاص القول فيه ان هو راجل حمى النقابه، حماها من وغار عليها، وقدم لنا حاجات كتير جدا زي تنقيه الجداول، وخلى في حاجه اسمها محامي نفتخر ان احنا محامين. اولا احنا بنرحب باسم معالي النقيب بالمحافظه وبنتشرف فيه دايما، هو بيشرفنا في القلوبيه وبيلبي طلبات المحامين جميعها، واحنا سعداء بوجوده للمؤتمرات اللي بيحضرها على مستوى الجمهوريه وخاصه على مستوى القلوبيه. معالي المستشار سامي عاشور هو بيبذل اقصى ما عنده لخدمه شباب المحامين والنقابه على قدر المستطاع، بيحاول يوصل كل وينفذ طلبات كل المحامين بقدر المستطاع وقدر ما يعني المجهودات الموجوده في النقابه. طبعا السيد النقيب معروف بوطنيته وحبه للمحامين وحبه لمهنة المحاماة وغيور عليها جدا، ودي حاجة في حد ذاتها تدل على ان القائد هو ده دوره وده مكانه. تمام، واحنا بندعم السيد النقيب سامح عاشور ونتمنى منه ان هو يقدم الاكثر والاكثر للسادة المحامين.